ازيكم؟ النهاردة هنعمل كريسبي رول. هحتاج 4 من عيش التوست، وهقطع الاطراف بتاعتهم، واربعة يكفوا ان هما يعملوا واحد. هفردهم وهستخدم المية علشان الزقهم في بعض اكتر. جبت بانيه قطعته وشوحته، والاسهل انكم تسلقوا فراخ وتقطعوها احسن. هعمل بقى صوص كاتشب على معلقة مايونيز، وهقلبهم واحطهم على الفراخ. هقلبها كويس وهحط عليها معلقة تومية. كده المكونات جاهزت معايا، العيش والفراخ وجبنة شيدر مبشورة وبطاطس مقلية. هحط الفراخ في النص وعليها البطاطس المقلية والجبنة الشيدر. هلفها وهعملها زي ما هتشوفوا كده علشان مش تتفك. وبعد كده حمصت عيش في الفرن وفرمته وحطيت عليه كيس فيجيتار. جبت بيضة وحطيت عليها ملح وفلفل، وهحط الساندوتش بتاعي فيه. وبعد كده هقليه، هقدمه مع بطاطس وتومية، وهيطلع حلو جدا.